قوة مصر الناعمة مش بس فن وثقافة، قوتها الناعمة موجودة في كل المجالات اللي بتعبر عن الهوية المصرية واللي وصلت لكل المنطقة العربية والإفريقية وكمان أيضا أجزاء كبيرة من القارة الآسيوية. من ضمن الرموز اللي شكلت الهوية دي هم القراء والمبتهلين، بيسموهم يعني أصوات من السماء. يعني كنت تسمع مثلا صوت الشيخ عبد الباسط في المسجد الأموي في دمشق، تسمع صوت الشيخ الحصري في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، تسمع صوت الشيخ محمد محمود الطبلاوي في كل أنحاء العالم العربي. كان ليه زيارات كتير جدا لعدد كبير من الدول، وكان ليه أيضا مريدين كثر في عدد كبير من شرق آسيا ومن القارة الأفريقية. كان الشيخ الطبلاوي واحد من أهم أعلام دولة التلاوة المصرية، صاحب مدرسة مميزة في تلاوة القرآن. النهاردة بيصادف الذكرى الثانية لوفاة هذا الصوت الملائكي القادم من السماء. خلينا نشوف التقرير. هو أحد أعلام دولة التلاوة المصرية وصاحب مدرسة مميزة في القرآن، قوامها صوته الرخيم ونفسه الطويل وعربه المميزة. هو شيخ المقرئين ونقيب القراء الشيخ محمد محمود الطبلاوي الذي تحل اليوم الذكرى الثانية لوفاته. حرص والده على تعليمه أصول الدين الإسلامي الحنيف، فألحقه بكتاب القرية وهو في الرابعة من عمره ليكون من حفظة كتاب الله. وفي الكتاب أتم حفظ القرآن الكريم وتجويده وهو في العاشرة من عمره، وكان شيخ الكتاب شديد الاهتمام بالطفل الموهوب لأنه استشعر فيه خيراً كثيراً وساعده ليكون من أهل القرآن وتلاوته. كانت بدايته في مناسبات القرية المختلفة، وفي 16 من عمره أصبح القارئ المفضل للكثير من العائلات الكبرى. حاول الشيخ الطبلاوي التقدم للإذاعة، وبلغت محاولاته وقتها أكثر من 9 مرات، وفي المرة العاشرة أشادت اللجنة بقدرته وموسيقاه النغمية في القراءة، وكذلك أشادوا بقدرته على الانتقال من مقام موسيقي إلى آخر بفضل إمكاناته العالية. سافر الشيخ الطبلاوي إلى أكثر من 80 دولة عربية وإسلامية بدعوات خاصة وكمبعوث من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ممثلاً لمصر في العديد من المؤتمرات ومحكماً للكثير من المسابقات الدولية التي تقام بين حفظة القرآن الكريم من كل دول العالم. قام بتسجيل أكثر من تلاوة للقرآن الكريم قوبلت بالإعجاب والاستحسان من قبل ملايين المستمعين، وأصبح الظاهرة استحقت حديث الناس جميعاً على اختلاف أشكالهم وثقافاتهم، وحتى أطلق عليه الناس لقب ظاهرة العصر.